السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. كما راكم تشوفوا جيت باش نفيد الأخوات اللي على السوشيال ميديا. هنا جبت لكم هذا الحامل من موقع أمازون، السعر تاعو يدير تقريبا 30 أورو. ويعني الميزة تاع هذا الحامل، حامل طبعا الهاتف والإضاءة كما راكم تشوفوا انتغري، يعني الميزة تاعه هو أنه تقيل بزاف البنات. أنا كان عندي تخيبي، يعني حامل بثلاث أرجل هذاك، وكنت لما نحط الهاتف تاعه ونحب نميله نوعا ما باش نصور يعني الوصفة تاعي فوق طاولة، كان كل مرة يطيح لي. كم يعني أخوات اللي راهم معي في الميدان يعرفوا هاد الشيء. المهم البنات، انا خيرته بهذه القاعده المدوره كما راكم تشوفوا، من حديد ثقيله بزاف، وحتى الحامل تاعو يعني حتى هذاك الطويل كامل من حديد. هنا البنات كما راكم تشوفوا يخدم بالفيل يو اس بي، هنا شعلته لكم باش تشوفوا، وهنا كاين الزر الوسطاني اللي باش نغيروا به يعني اللون نتاع الاضاءه، يعني يكون كلير ولا موان كلير ولا اكثر، يعني يكون يعني غامق نوعا ما. هنا البنات تاني كان زائد وناقص، تحبوا تزيدوا في الاضاءه ولا تنقصوا منها كما راكم تشوفوا هكذا، على حسب طبعا الاضاءه تاع يعني تاع النهار تاع هذاك الغرفه تاعكم. هذه هي البنات كما راكم تشوفوا هنا وين طفوا وين تشعلوا. هذا الحامل اللي انا ضفته قلت لكم اثنين في واحد، وهذا الحامل الهاتف اللي جاء معه، وهذه لا تيليكوموند. هنا البنات تكونيكتيوها مع الهاتف تاعكم بالبلوتوث، هنا الفوق تاع اندرويد عفوا تاع اي او اس الخاص بالايفون، والتحتاني الخاص بالهواتف الاندرويد. هنا البنات طفوا تشعلوا، وطبعا راح تلقاو كلش يعني داخل العلبه المود دومبلوا، طريقه الاستعمال كلش مكتوب في الكتيب اللي يجي داخل العلبه. هنا البنات هاد لا تيليكوموند تجي معاها دو بيل كما راكم تشوفوا من هذا النوع فوالا. وهنا نمروا لحامل الهاتف هذا اللي يجي معاه، يعني هذا اللي يجي معاه. وعلاش البنات انا درت الثاني؟ هذا خاص بالبنات اللي عندهم طبعا اللي شان عفوا قنوات التجميل وكامل، اللي يحبوا يهضروا فصافاس، يحبوا يديروا لي لايف فصافاس، يديروا هذا يعني، وتقدروا تطلعوه حتى الفوق. في الحق كان الفوق هنايا، بصح انا هبطوه هنايا نسحقوه باش ندير معكم لي لايف، ونكون قاعده طبعا باش نشوف تعليقاتكم الجميله. بالنسبه لحامل الهاتف الثاني اللي انا اضفته، تشروه يعني ابار، تزيدوا عليه تقريبا هو يدير 9 أورو. هخلي لكم روابط لتحت في صندوق الوصف الا تحبوا تشروه. انا دورت عليه هكذا كما راكم تشوفوا، وقلبت طبعا عفوا هذا كما راكم تشوفوا فيه. علاش؟ هادو خاص بقنوات الطبخ، البنات اللي يحبوا يصوروا طاولة العمل الوصفات تاعهم. الحمل اللي جا معاه للاسف ما يدورش، بصح انا جاتني الفكره، هذا في الحق كان عندي من قبل كنت شريته، بصح جاتني الفكره انه نضيفه ونلويه على هذاك الحامل، وكيما راكم تشوفوا النتيجه ما شاء الله. تقدروا حتى انكم تستعملوا زوج هواتف، تصوروا لتحت وتصوروا الفوق، يعني فكره ما شاء الله. وبالنسبه للاضاءه كما راكم تشوفوا تانيك، يعني اضاءه هايله، ضوي مليح مليح كما راكم تشوفوا. تقدروا تانيك تادابتيو عفوا لا بوزيسيون على حساب يعني كيفاش راكم قاعدين، ولا يعني طاوله العمل تاعكم حتى لوين يعني حابين تضووا. فوالا البنات، كان هذا فيديو تاع اليوم بالنسبه لهذا الحامل اللي حابين تشرو منه. انا يعني نضمنه لكم 100%، يعني والله ما تخسروا فيه. جربت وجربت بزاف وتكسروا لي، والحامل يعني تاع الهاتف دائما كان يطيح لي للاسف، بصح هذا يعني والله روعه ما شاء الله. هذه المره يعني شفت بزاف فيديوهات عليه وما شريتش حتى تاكدت منه 100% انه يعني هايل. فوالا البنات، ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو باش تنفعوا بزاف يعني الناس اللي حابين يدخلوا العالم سوشيال ميديا يعني بارخص الاثمان وجوده رائعه. وتالي كنقول لكم تهلاو في رواحكم، وما تنساوش التعليقات تاعكم دائما الجميله وجامل الفيديو باش يطلع بيان سور. قلكم تهلاو في رواحكم، الى ملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم.